وبدوره أكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتقنية بوزارة الإعلام المهندس عبد الله أحمد البلوشي، أكد أن هذا التطبيق يعد فرصة مميزة ليكون الجمهور على تواصل مستمر ببرامجه المفضلة عبر هذا التطبيق الإلكتروني. كل عمل ناجح يعتمد على مقومات أساسية فيها، أولها التوفيق من رب العالمين والدعم والإشادة بالآلة الإعلامية من قبل قيادة البلاد حفظها الله، وتوجيهات وزير شؤون الإعلام وتوجيهات المسؤولين في الوزارة. تم مراعاة طلبات الجمهور في المنصة هذه، يعني من ناحية الابليكيشنز اللي موجودة المستخدمة اللي هي نظامي الاندرويد والاي او اس والويب، والوصول الى الجمهور حيثما كان. المنصة بعد تدعم الانظمة المستقبلية ان وجدت، ما يرتقي بالعمل الإعلامي وإيصال اسم مملكة البحرين للمحافل الدولية. المنصة تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، واستغرق تنفيذها حوالي 12 شهر.